فيما يتعلق بالشرك الأصغر هناك الخفي وهو الرياء وما يقع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشرك على نوعين: شرك أكبر وهو مخرج من الملة، وشرك أصغر وهذا لا يخرج من الملة، وسوف نفصل ونبين ذلك. أهل العلم ذكروا كما قلت أن الشرك على نوعين، قالوا الشرك الأصغر والأكبر. هناك قول ثاني، قالوا بأن الشرك على ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر، ما هو الثالث؟ ها؟ الشرك الخفي. قالوا الثالث هو الشرك الخفي، ولكن إذا نظرنا إلى الشرك الخفي فنجد أنه ربما يقع في الشرك الأصغر وربما يقع أيضا في الأصغر والأكبر. فلذلك التقسيم الأول على قسمين: الشرك الأكبر والأصغر، فيكون أيضا الشرك الأكبر هو الشرك الظاهر، وهناك شرك خفي. والشرك الخفي مثال إيش؟ حال من؟ حال المنافقين، فهناك أيضا هو شرك خفي. شرك خفي الشرك بما يتعلق بالأكبر وهو شرك بالأفعال، وشرك خفي. وإذا نظرنا إلى حال المنافقين نجد أنهم في ظاهرهم أنهم إيش؟ على الدين وعلى الإسلام وعلى ما يظهرونه، لكنهم في الخفاء إيش؟ يكفرون وعندهم الشرك، فهذا هو يسمى شرك خفي. كذلك أيضا ما يتعلق بالشرك الأصغر، الشرك الأصغر هناك بالأفعال مثل إيش؟ لبس الحلقة، لا، الرياء خفي. مثل الأفعال مثل لبس الحلقة، قول ما شاء الله وشئت وغيرها من الأفعال، أفعال الشركية ما تتعلق بالشرك الأصغر. ما هو أيضا الشرك الخفي فيما يتعلق بالشرك الأصغر؟ هناك الخفي وهو الرياء وما يقع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذن مثال على الشرك الظاهر من الشرك الأكبر مثل إيش؟ عبادة الأوثان، عبادة الأصنام. فعبادة الأوثان وعبادة الأصنام، عبادة القبور، عبادة الأموات، عبادة الغائبين، كل هذه داخلة في الشرك الأكبر. وهناك أمثلة على الشرك الباطن وهو شرك إيش؟ المتوكلين على غير الله، أو كشرك إيش؟ الخفي الذي ذكرناه، شرك المنافقين، لأن المنافقين مشركون في الباطن فشركهم أكبر ولكنه شرك خفي، أي أنه في الباطن ولا يظهرونه. كذلك أيضا الشرك الأصغر منه ما هو كما ذكرنا ظاهر، ومنه ما هو ما كان خفي. ما هي الأمثلة على الشرك الأصغر الظاهر مثل إيش؟ كما ذكرنا لبس الحلقة، لبس الخيط، تعليق التمائم، الحلف بغير الله، ونحو ذلك من الأعمال والأقوال. والباطن الخفي كما ذكرنا لكم هو ما يتعلق بالرياء، ما يتعلق بالرياء.